مع اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، استعدت مؤسسة حياة كريمة بمشروع سكر بيوت لتمكين المرأة اقتصاديا. تهدف مبادرة سكر بيوت لتدريب السيدات وتعليمهن كيفية صناعة الحلويات مثل الكعك والبسكويت وعدد كبير من مخبوزات الأعياد والمناسبات. بمجرد دخولك لهذا المصنع ترى روح المثابرة والتصميم تلمع في عيون هذه السيدات التي تقدمت لتتلقى تدريب مؤسسة حياة كريمة للتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة مبادرة سكر بيوت. السنة دي كان عندنا مفهوم مختلف، كل مرة كنا بنمكن كل مرأة على حدة، يعني المرأة اللي كانت مثلا شاطرة في الخياطة بنديها المعدات اللي هي محتاجاها وهكذا. المرة دي فكرنا نعمل لهم تدريب جماعي علشان يكونوا مع بعض، يتفاعلوا مع بعض، يستفيدوا من خبرات بعض. المرة دي عملنا مشروع سكر البيوت. مشروع سكر البيوت بيستهدف تمكين السيدات المعيلات وبيعلمهم وبيدربهم على كيفية تصنيع الحلويات بصفة عامة. طبعا احنا دورنا كمؤسسة حياة كريمة ان احنا بنستهدف كل السيدات المصريين وبالاخص المرأة المعيلة. طبعا احنا بنقوم بالدور ده بعد ما بنطبق المعايير على السيدات الاولى بالرعاية والفئات الاكثر استحقاقا. وعلشان كده احنا في قطاع التمكين الاقتصادي بيهمنا دايما ان احنا يكون عندنا فرد منتج وعنده اكتفاء ذاتي. المبادرة التي تهدف لتدريب السيدات وتعليمهم كيفية صناعة الحلويات من كحك للبيوت وبسكويت وعدد كبير من مخبوزات الأعياد والمناسبات، استهدفت في المرحلة الأولى 22 سيدة، منهم من تسعى لإسعاد أولادها ومنهم تسعى لفتح باب رزق جديد لعائلتها. بصراحة الأجواء كلها تحفة، مؤسسة حياة كريمة تعامل فوق الممتاز، ذوقيا اخلاقيا في كل حاجه. ما حسسوناش ان احنا رايحين نتعلم حاجه ونتدرب في حاجه، لا بالعكس، ان احنا المكان المؤسسه دي بتاعتنا، ده مؤسسه حياه كريمه. جينا هنا المصنع باداره استاذ هاني الشيخ، بيتعامل معنا اكننا اخواته الصغيرين، ما فيش فرق ما بيننا وما بينه، روح حلوه، تعامل، ذوق، اخلاقيات، يعني كل حاجه تحت ايدينا. انا شفت المبادره على صفحه الفيسبوك في مؤسسه كريمه صفحتها الرسميه، ودخلت ولقيت ارقام تليفونات، فقلت اتكلم وعشان حبيت ان انا اتعلم حاجه جديده انا ما كنتش اتعلمتها قبل كده. فانا كلمت الارقام الموجوده وكلموني عشان اعمل مقابله، ورحت المقابله وكلموني قالوا حضرتك اتقبلتي. بعد كده كان في فتره نظري وفتره عملي. في الفتره النظري كان في محاضرات بيكلمونا عن سوق ازاي اعرف الغش التجاري والسوق الاغذيه يعني، وازاي اعمل صفحات على الفيسبوك، وازاي يعني اتواصل مع الناس عشان اعمل انتشار للسوق لنفسي. مؤسسه حياه كريمه قامت باختيار 22 سيده حبت تعمل لهم حاجه يعني مختلفه، ان هي تعلمهم الحلويات وتصنيع الحلويات. طبعا احنا عارفين الحلويات دي حاجات كتيره قوي، فاختاروا الكحك والبسكويت لان احنا داخلين على عيد الفطر وكده، فحبوا يعلموهم الكحك والبسكويت والبتيفور بكل انواعه. فكان لنا الشرف ان هم يختارونا ان احنا نعلمهم كل ادوات التصنيع وكل المراحل بتاعتها. فقمنا بالتدريب، هم قاموا بالتدريب النظري سواء الهيجين سواء السلامة الغذائية سواء الغش التجاري، كل ده خدوه نظري، وجم هنا احنا قمنا بالتدريب العملي. ومع اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، استعدت مؤسسة حياة كريمة بمشروع سكر بيوت لتمكين المرأة اقتصاديا، وهو خطوة أولى ضمن استراتيجية متكاملة للتأهيل والتدريب والتمكين. مجهودات لا تتوقف من أجل الارتقاء بحياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا، والمرأة هنا هي الأساس ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي لمؤسسة حياة كريمة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.